تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدينا وقناة شو الأخبار، معكم حسين هاشم وحلقة جديدة ومباشرة من برنامج مطبخنا. هيدا البرنامج بيطلع عليكم كل نهار جمعة ساعة 2:30 عصرا بتوقيت ولاية ميشيغان. أكيد اليوم بدنا نعمل أكل جديد مش هيك؟ هذيك الجمعة عملنا لهم أكلة رز بتفين، عجبتهم كثير، عجبتهم وداعسة داعسة اسم الله. هلا اليوم بدنا نعمل لهم شيء كمان قوي اللي هو الملفوف. ملفوف محشي. يعني قلنا يو نو وات، هيدا بنمرق لكم كم مره اكل الصينيه قصص، بس خلينا نركز اكثر على الاكلات التقليديه هيك كونها بتعجبكم ومن تقاليدنا وعاداتنا، خاصه اللي عايشين بامريكا بيحبوا يعملوا هيدي الاكلات التقليديه لانه الاكل الصيني موجود بكل الاماكن. يعني فين يروحوا على الكورنر يجي باتشي قصص حكايات بياكلوا، بس هذا الاكل التقليدي قليل ما حدا بيعرف يعمله صراحه. ف بنركز لكم اكثر على هيدا الاكل التقليدي، اكله ملفوف روعه، شرايح لحمه من تحت، شرايح لحمه لا اليوم شيء خطير على الاخير يعني بالمره مش شوي. شيف بدنا نحن نعطيهم المكونات مثل العاده، الخطوات اللي بيعملوها سهل الممتنع يعني، بس رح نخليكم تعرفوا تعملوها، واخر شيء بنفرجيكم كيف بيطلع الطبخه. اكيد الحلقه تعرض بشكل مباشر، دائما الهدف تبع الحلقه انه انتم اذا عندكم اي سؤال تسالونا اياه بمربع التعليقات، وما تنسوش تعملوا شير، تعملوا تاج، وتعملوا تفاعل ولايكس وقصص وحكايات. انا بديش اطول عليكم مثل العاده، شيف بطلع انا من الشاشه وكل شوي برجع، يعني مش حتركهم اليوم. يعني يلا شيف لك انت. يلا اهلا وسهلا. مثل ما قلت عنا اكله تقليديه، هذه بالدول العربيه كلها بيعملوها، بس كل واحد له طريقته. ناس بيحطوا لها رب البندوره، صوص البندوره، وناس بيعملوها ساده. هلا بلبنان بيعملوها ساده، ما بيحطوا لها رب البندوره وهيك. مزبوط. الملفوف بدو نجيب الملفوف نقله البلدي، نحن مش التقة قاسية، بدها تكون شوي بس تكبسش تكون طرية بالايد حتى تنلث معنا تصير بهالشكل هذا. يعني لأنه إذا كان قاسية خلص سلطة القاسية، لأنه بدك تلفها أنتو عم تتسخها بتصير تفرفعت. مزبوط. فالملفوف بدي فيني أقور الملفوف بالنص، بغلي المي وبحطها بالمي 4 دقايق بس، يعني الماي تغلي فيها غلوة 4 دقايق بس لحتى تطري بهالشكل هذا، يعني تصير طرية اللي فينا اللفة. هلا نحن هواني سلقهم ومقطعهم، شو بتخليها كاملة بتعورها بالنص؟ خليها كاملة بقورها بنص قيمة القرمية منها يعني. نعم. الماي يكون غمتة، بسقطها بالماي وبغليها 4 دقايق، بنقلها هي الطريقة بلونشير نحن. نعم. ومن قيمة بنحطها على المصفية وبنقطعها بهالشكل هذا نحن حسب الحجم اللي بدنا اياه يعني. 100%. الحشوة قلنا نحنا باخذ لحمة، تلتين لحمة وتلت اللحمة باخذوا رز مصري، هو دائما رز المصري أو الإيطالي اللي هو المحاشي اللي استعمل نحن. اللحمة بكون مفرومة شوي وسط، ما كيش لا ناعمة ولا خشنة. وعندنا الرز إيه وسط بهالشكل هذا يعني. إيه. وعندنا رز المصري مغسلينه ونحن نقعناه بس شي 4 دقايق وصفيناه. وهون عندي سمنة شي 50 غرام 40 غرام بكفي يعني ملعتين. نعم. ذوبهم وبحطهم مع الحشوة، رشة نعناع يابس، حصين توم هي الناعمين مفرومين ناعمين أو فيني دق الناعم. وهاو شرحات ستيك، ممكن أني أحط كسلة الغنم هن الريش لام تشوبس يعني، أو ممكن أحط مثل ما عامل هودي شرحات أني هون من الرباي، هاو رقيت رقاق بدي أقليهم وحطهم بكعب الطنجرة. هلا راح نقلي انه عم نعمل الحشوه نحن، اذا حاطين هون توم نحن حصين توم مدقوقين، بدي احط اللحمه وهذا رز مصري مثل ما قلنا. طبعا بدنا ملح، وعندنا هون بهار اسود حلو ناعم. تمام. رشة هداش نكتر رح ما تثبت بالحشوة 100%. وعندنا قرفة ناعمة كمان رشة. وهي نعناع يابس. نعم. لأنه هلا بس تستوي ما نحط لها نعناع يابس على وجهي. وهي السمنة. سمنة ذوبتها أنا. حط حبة مي سخنة صغيرة فاترة. تمام. هي مشان شو؟ مشان الحشوة ما ضل ملدي على بعضها يعني. هلا هاو ستيك حمينا السمنة هان، أو بنشويها أو بنقليها، يعني ما كترنا الزيت. شو حطيت سمنة هون؟ إيه شوي سمنة بكعب المقلية يعني. تمام. خلينا نسلم عليهم شوي بسرعة لأنه معودين علي يسلم عليهم. علي أحمد تحياتنا لك، سنة قطيشة، فاتنة فاتن، فاطمة فرحات.
شيف غيث يونس تحياتنا لك. سحر اهلا وسهلا. اخي احمد اهلا وسهلا. عراق الخيري اهلا وسهلا فيكم بالجاليه العراقيه كلها حبيبه اهلا وسهلا فيكي. سمر كيفك يا سمر؟ امي يسعد مساكي. تحياتنا لكل اللي عم يحضرنا، اكيد عم يحضرنا، ميك شور ما تحضروناش على السكات، سلموا علينا، اعملوا تاج، اعملوا كومنت، اعملوا شير للحلقه، خلينا هيك نضلينا مولعين ولهذا البرنامج يطلع حلو مرتب مثل حكايتكم يا اوادم. طيب حطينا الغراض اللي قلنا، حطينا الرز، اللحمه، الملح، البهارات، حصين ثوم نعمين، شويه نعناع يابس، وحبه مي فاتره. تمام. هلا بنخلطهم. بصيروا بهالشكل هيك مخلوطين، يعني حشوه. يعني نفس حشوه اللي بنعملها الكوسه، في ناس بيحطوا بندوره مع الحشوه. ايه. في ناس ما بيحطوش بندوره. عدني حدك شوي هيك، انا مش عم بطلع كثير على الكاميرا بالايام. تمام، مثل ما شايفين قدامكم اللحمه. عليا صادق يا اهلا وسهلا، احلام رمال يا اهلا وسهلا. هلا يا رب. هلا الحشوه عملناها. بدنا نلفه. ايه. بدك زحلك انا تلف؟ لا لا خرب. ماشي حالك؟ عادي عادي. فيصل تحياتنا لك، صحة الكناني تحياتنا، اهلا وسهلا فيكم جميعا. اعملوا اعملوا شير للحلقة وتاج وقصص وحكايات. يلا، هلا بلشنا نلف لف. حط الحشو بالنص. ايه، عم تطلع قدامهم اكيد على الشاشة كيف عم تعملها. هلا بس لفيناها نكبسها شوي لحتى الرز يلزق على الملفوف يعني. ايه. شهيتونا من الصبح بس باردي ما اطلع اجيب ملفوف. اي والله الطقس بارد كثير صراحة، انتبهوا على الطقس. في بعض، انا كنت لازم اعمل فيديو بس نسيت. ايه تفضل، بدك تحكي شيء؟ انا كنت لازم اعمل فيديو بس مش انه ما صار في وقت صراحة، لانه كان في عندنا برنامج عشية بالليل، انه انتبهوا بعض الولايات ما تعدوا اكثر من 10 دقائق برا، لانه عم بيحذروا من الهايبوثيرميا وقصص وحكايات انه في سقعة كثير. يعني عم نعيد الوحدة. ايه عم نلفهم. يعني مثل ما شايفين انتو قديش، يعني هو الحجم المناسب هو هالقدي صراحة، في عالم يمكن تعملها كتير اكبر من هيك. الافضل لأ تضل بهذا الحجم، هي حبة الملفوف. يا عين. صراحة انا ما بحب الطبخة بس والله يعطيكم العافية شغل عقصول. ليك انا كنت بحبها بالورة للطبخة وبقرف منها بس طيبة. بك تقوي قلبك وتاكلها طيبة. شيف غيث تحياتنا لك، شو اخبارك؟ ماشي الحال؟ ان شاء الله كل شيء تمام. اكيد اللحمه موجوده على هلا مثل ما قلنا اللحمه. ايه ستويناها، هودي بدنا نحطها بكعب الطنجره تقريبا، حطها بكعب الطنجره حتى لو كسرتها. غنم حطيت ورقتين ملفوف تحت حتى لما اللحمه ما تلزق بالكعب يعني. 100%. شكرا يا اختنا سحر، كلك ذوق. بلي بلي تحياتنا لك يا بلي، الله يخليك. خليل ابو خضر يا اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله كلنا من حج يا خليل. تمام، هي اللحمه حطيناها هون. فينا بس نعملها هيك بس نفرجيهم بكعبه كيف عملتها يعني. يا عيني عليك استاذ انت. يلا تمام. زاهده كيفك؟ شو اخبارك؟ ماشي الحال؟ شو هلا حطينا بكعب الطنجره ورق ملفوف، حطينا اللحمه اللي ستويناها مثل ما شفتوها. عم نكمل نحن وياكم نعمل الملفوفات بالطريقه اللي عم يعملها الشيف. خلينا نحط لكم على ايد الشيف مثل ما شايفين. هيدي مش مثل ورق العنب بتلفها على الميلتين؟ لا بس ميلة واحدة. بس ميلة واحدة. ورق العنب بتلفه ميلان. حبيبي يا شيف غيث الله يخليك، ان شاء الله بس ترجع نظبط كم شغلة نحن وياك. طيب لحمة فيها عظم ولا لا اللحمة شرحات مش هيك؟ شرحات. نحن قلنا فين يجيبوا ريش غنم، فين يجيبوا ريش غنم شوس يعني، فيها عظم نصبن بيعملوا بيقلوها نفس ما قلت انا. تمام. رابحة عيدي تحياتنا لك باسمة برو، جمعة مباركة. شكرا لك باسمة، أكيد الكل اللي عم يحضرنا تحياتنا لكم. نتمنى منكم ما تحضرونا على السكات، هيك تفاعلوا معنا، التعليق بيساعد، الكومنت، السؤال إذا عندكم أي سؤال عن هي الطبخة، أي طبخة بدكم إياها، تاج مثل ما عملت هلا باسمة، تعملوا تاج لأشخاص تانيين، وعملوا شير للحلقة، كله مجانا هذا ما بيكلف شيء. يا هلا بخي علي كيفك؟ منورة بوجودك. قالوا لي عملوا سنينية لمحمد بس ما وصلنا شيء نحن. يلا
اختنا اماني انا هلا قدرت ادخل على البرنامج بس ما شفت المقادير، تكرم عينك يا الملفوف. بحط مع بهارات وكاري، في واحد بحب كاري بيحط يعني وحسب الذوق بس ايه. بس هي بس البهار الاساسي بهار اسود ناعم وقرفة ناعمة. تمام، المكونات صارت قدامكم موجودة على الشاشة هلا حاليا مثل ما شايفين. دائما انا بقول لكم خذوا سكرين شوت للمكونات لانه ما بيضلوا كثير على الشاشة، فخذوا لهم سكرين شوت بلحق يكتب فاهمين كيف؟ بديش نكتر كثير حشوة لانه بترزرز. ايه يعني عادي. بيسو برو اهلا وسهلا، زاهدة الله يعافيك يا رب كلك ذوق. احلام نشكرك والطبخ فكرة ممتازة. نحن عم نحاول ننوع لكم هيدي يعني البرامج اللي بنعملها بقناة شو الاخبار، برامج اجتماعية اقتصادية ثقافية ترفيهية طبية طبخ you know. هيك يكون عندكم شغلات اكثر من شغلة هيك مش بنحط دبس رمان بالحشوة شيء عم تسألك فاتنة؟ فيها تحط فيها نحن بنحط شوية حامض هلا آخر شيء بس فيها تحط دبس رمان ما بيأثر يعني. تمام. نادر من أطيب الأكلات الله يعطيكم العافية، يا ليت فرع بمدينة ساكرامنتو إن شاء الله فرع. ما هو معلش مطعم، نحن عاملين برنامج طبخ يعني، بس إنه مش غلط يا خينا نادر، وتحيتنا لأهلنا بساكرامنتو. حبيبي يا خي علي الله يخليك، خليلك محمد يا رب. في خطأ إملائي عندك أنت يا أحلام، شو بالخطأ الإملائي يا أحلام؟ خبرينا يلا. هلا يا رباي ويا رباي ليش انا سحبي معي على العراقي صار له شيء كم فتره، الوقت ما رحنا حضرنا هذا الاحتفال سحبي معي على الاغاني العراقيه، انا قاعد عم بسمع رحمه رياض وقصص وحكايات. يلا مثل ما شايفين قدامكم طبخه كيف عم تطلع وهيك الاشياء الحلوه كثير طيبه هالاكل، يسلم ايدك. شكرا يا سمر يا مزوقه، ثانك يو. يعطيك العافية شيف، أكلي شتوية بامتياز اليوم. إيه سيريا جرادي أهلا وسهلا، الله يعافيكم جميعا، تحياتنا لكم. خبرونا شو طبخين هيك، شو عاملين، شو الوضع عندكم، كل شيء تمام، شو عاملين على الويك أند بعطلة نهاية الأسبوع، تحدثوا معنا بهذا البرنامج بنتحدث نحن. نحن بحلب بنحط جزر وبنطبخ الملفوف بماء الرمان الحامض. أحلام عم بتقول أحلام يعني انه كل بالدول العربيه كل دوله حسب، بمصر مثلا بحطوا مع بندوره. اوكي رب البندوره وبندوره ايه هلا. وفين ما حدا سالني وقلت فين يحطوا رب الرمان يعني مراد هذا العصير الرمان فين يحطوه. اماني عم تسال فيني فرزوا ورق الملفوف؟ لا ما فينا نفرزوا لورق الملفوف، ما بيحترم ما بعرف شو اسمه، انا رقيق ابويت. اوكي بيسو برو اسم الله شو سريع، انا كل دقايق لاعمل وحده واذا مش حلو الصراحه يا بيسو. تمام تمام يا عيني عليكم. هودي ورقتين حطيتهم مع بعض هيك شفتهم بيروحوا الشادي عان عندنا نحن هون صغار كله بدك تمشي. زاهده طبخه اليوم ورق عنب، صحتين وعافيه يا زاهده. يعني هي كمان لف، هي بدك تلفي ورق عنب، بس ورق عنب بدك تسكريها على الميلتان. هيدي المكونات اللي رجعتوا طلبتوها حطينا لكم اياها قدامكم على الشاشه عم تطلع. انا بطبخ كثير بحب التنوع، ايه حلو الواحد ينوع هيك اكلاته وطبخاته، مطابخ من عده مطابخ وقصص وحكايات. ما هلا بنجيبهم من هونيك ما بيأثر. يلا اوكي مثل ما شايفين هيدي الوراق اللي قدامكم هاو خلصوا الله بنا نصفهم. بدي حط مع هودي طرنشين حامض بالكعب، مش أكثر من طرنشين يعني. نعم حط معهم كمان اثنين بندورة. هلا بدي صف الملفوف بصفه بشكل دائري لحتى لي بس اقلبه. نحن عم نصفهم نكبسهم. عناية تحياتنا لك يا اهلا وسهلا. بين كل صف وصف بدي احط عندي ثوم مقشر هون. ثوم محصوص. فيني حطوه ثوم بقشره. فيني حطوه بلا قشر. نعم. No.
طيب خليني اخذ شويه تعليقات منكم. ب احلام انا عملت فوارغ صحتين. احلام رمال، كيف فينا نعمل كبه القطين؟ لا كبه القطين قطين، شو قطين؟ بركي يقطين، بركي يقطين، معقوله. اوكي سحر، ممكن حلقه كامله عن كبه البرغل؟ كبه البرغل، شو كبه البرغل؟ بي حشد زي حط طنجرة، يعني انه حط الصورة برجع بزحل الطنجرة عامل بركي قصده انه كل انواع الكبد نعمل برغل. هلا برجع بزيح الطنجرة. او في ايه تمام، هلا صفيناه هون، مشي الحال يا عيني عليك. نحط التوم، توم مثل ما هني ما بتدقدقهم، بضلوا هيك. اخر شيء بس استوي بدي دق حصين توم مع شوية عصير حامض وحبة زي زيتون وبحطهم على ظهرهم من فوق. هلا هيك عملت هيك، هاو السمنة بعد مدايبين بدي احطهم معاهم. نعم. رشة ملح صغيرة، ما مكترش لأنه في بالحشوة ملح. تمام. وعندنا حبة نعناع يابس. حبة نعناع يابس، نعناع بيعطي طعم كتير طيبة بالملفوف باي ذا واي. باسم عاملي مندي وفتوش فاتنا ما شاء الله عنا الترتيب، اذا بيطلع وحده طويله ورقات ملفوف لهون. ام اسامه هلا بننزل لك المقادير، تكرم عينك. يلا خليني بس انا ارجع اظبط لكم الكاميرا. ورقات الملفوف، الشقف نحطنا على الوجه لحتى بنغطى بالصحن. هلا نحن اي ما يجيش الصحن على الملفوفات دغري، يعني بس بنسكبه بنشيل هذه من هنا. أليكس دراجون تحياتنا لك، يعطيكم العافية على المعلومات القيمة والأطباق المميزة والشغل المنسق. شكرا يا خينا أليكس حبيب القلب. كبة البرغل العراقية. أوكي إيه، هذه كبة بغدادية، برغل مع جريش بس بيحشوها بقلبها بلحمة. أوكي إيه، أحلام عم بتقول نعم كبة اللقطين. إيه كبة اللقطين مثل كبة الدجاج، بدها تلتين لقطين والتلت برغل. اللقطين بدها تسلقه لحاله بتصفي المي منه، البرغل ما بتنقعه، البرغل بده بس تغسله وتحطه على جنب. هي عم تطحن اللقطين، بطحن معها بصل صغيره وعرق نعنع وعرق حبق، بترجع بتحط البرغل على المكنه فوق منهم، مقعدين عم تعمل كبه لحمه يعني. بتحط البرغل فوق اللقطين، البرغل ساعتها بفوش من مية اللقطين، وبترجع تخلطهم تطلع كبه عاديه يعني، بتدعكها شوي. بدها تحشيها بس هيدي بدون لحمه، بدك تعمل بصل جوانح مع حصين توم شوية زعفران وعرقين كزبرة، بتقليهم وبتعملها كباب عادية وبتحشيهم بالحشوة بقلب الكباب، أو بتعملها كبة بالصينية يعني. تمام. غالب كساب تحياتنا لك، صرنا زمان مش شايفينك يا غالب. هلا هون خلصني. إيه. حطينا هذا الصحن على وجهه، بس حطينا له الملح وشوية عيابس وحطينا التوم. هلا بنغطى بالصحن، بدنا نغمرها بالماي، بس ماي غمرة، بدي 40 دقيقة على النار. مي سخنة بتحطها؟ مي سخنة وبدي على النار 40 دقيقة. سحر عم تسأل إذا ما عندنا نعنع يابس فينا نحط نعنع فريش؟ فيها تحط، تفرم نعنع شوية نعنع أخضر وتحطهم. طيب تمام، برافو عليكم. شو الأسئلة الحلوة يا صبايا وشباب اليوم؟ جوزيفين كيفك؟ أم أسامة شو سألتي؟ إيه سألتي عن المكونات، هلا بحط لك إياهم يا أم أسامة، تكرم عينيك الله يحفظك. هلا هيك بنحطها على النار، بس تبلش تغلي بدي عاير 40 دقيقة. نعم. هلا هون فيني حط عود قرفة، بس طبعا بس بنسكب بنشيله. تمام. قديش لازم يضلوا على النار تقريبا؟ 40 دقيقة. 40 دقيقة. ايه هلا عنا بالاخير مثل ما قلت انا في هول الحامض اللي عنده مع حصين توم نعمين، بس استوى وتخلص بحط الحامض مع التوم وبغليه غلي وحده وشويه نعناع يابس. هلا نحن عاملين لما يستوى، هلا بس يستوى يخلصه، بس يستوى اي بس هلا بس يبلش يعني يغلو بدي اعايره 40 دقيقه. حلو، بس يبلش يغلو بس يبلش يغلو بدي اعايره 40 دقيقه. اعايره 40 دقيقه، الماي ما بيكتروا، ماي غمرتهم بس هي مبينه. والنار كيف يعني هلا اول شيء بكون قويه، ايه بعدين بس بلش يغلو بخففها على الاخير، خففها على الاخير للنار بس يستوى ساعتها بنقلب بنسكبهم. بس قبل ما اسكبهم قلت اني بدي احط
حصين ثوم مدقوقين مع عصير حامض مع شويه زيت زيتون بحطهم برشين علينا وبغليه غنمي وحده. لا والله ما عندوش مطعم شيف، خلص لازم نعمل له مطعم. هذا نحن يلا قلبنا الصينيه ايه لحتى نوفر عليكم وقت وقصص وحكايات وما نطركم 40 منت على الهواء مباشره. عاملين صينيه نحن، عاملكم صينيه طابطين يعني بيندق لها النوبه مثل ما بيقولوا. يا الهي ليكو 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 هاو في تحت منها ستيكات بدنا نزينها. بحب امزح معكم انا والله حامد. ليكو انا قديش بكون جدي بالبرامج بعملها التاني بهذا البرنامج بفرط. شوفوا منا صينية اسم الله. هودي الملفوفات يا الهي اللهم سامحنا. شو هي؟ لا لا غدانا مرتب. قل له لا أليز انسى. اجا شاب مطعم أليز اذا عزمنا على الغداء اليوم فاهمين كيف؟ هلا انا ما كنت شايف الاكل خالص يعني صراحة. كنسل كنسل. لازم هيك ايادي نعملنا مطعم. تسلم يا شيف، شكرا يا اختنا احلام كلك ذوق. اذا كل يوم بيطلعوا برمضان لا والله يا ريت فينا نطلع كل يوم برمضان. صعب نطلع كل يوم برمضان، بدها شغل وبدها تحضير وبدها قصص وحكايات يعني I wish with all my heart انه نطلع كل يوم برمضان، بس انه بنحاول نشوف لنا شو فيكم شو فينا نعمل يعني. We'll see يعني. بس thank you على السبورت للبرنامج. You guys are doing better than before. بلشتوا تبيضوها صراحة مع هيدا البرنامج. يلا شفتوا منا أكلي كيف طلع هيدا المنظر قدامكم مميز. ثانية شيف اعطيني انا، خليني بس احط لهم اياها بطريقتي انا. ايوه يلا ذكرهم انت شيف اذا بدك. الله ملفوف محشي قلنا نحن بدنا نجيب الملفوف اللي من بلدي نحن بكبسوها بيديهم بصير تنفس يعني بتكبس. اماني عم بتقول لك تتبناها. هلا الملفوف قلت اني بدي اقور قيمة القرمية بالنص. ايه وبغلي الماي وبعمله بلون شير 4 دقائق يعني بغليه بالماي 4 دقائق وبحطه على مصفيه ليطري طري بس ما بغليه كتير يصير يشرن. نعم. الحشوة قلنا نحن تلتين لحمة وتلت رز، يعني إذا حطيت 200 لحمة بحط 125 جرام رز مصري مغسلين، ثوم ناعم، نعنع يابس، بهار أسود قرفة ناعمة وشوية ملح، وبرجع آخر شيء بدوب 50 جرام سمنة بحطه فوق منهم، مي فاترة وبدعكها لحتى تفرفط شوي. بدنا نحشيهم، بدنا نكتر فيهم، بدنا نلفهم. هاو شرحات ستيك مثل ما شفنا من جبنا شيء 500 جرام حسب كمية الطبخة يعني. نعم. بدنا نقليهم بشوية سمنة صغيرة بس يعني مكحلين المقلية بحبة سمنة. نقليهم يستووا بحطهم بكعب الطنجرة، بحط شوية ورق ملفوف لحتى ما يلزق اللحمة تحت. برجع بصف على شكل دائري الملفوف ونحطه مقشر أو بلا قشر، يعني إذا كان بدون قشر بقشره بغسله بحطه. وآخر شيء على الوجه حبة ملفوف من هالفطفطتين، ترنشين مدورة ترنشين حامض، نعنع يابس ملح، بنضغطها بصحن، نحط لها مي بنغمرها غمرة بالمي بس، بس تبلش المي تغلي حطها على النار 40 دقيقة، هي بلشت تغلي. هي بلشت تغلي النار. بنخفف النار. شفتوا هلا هيتنا عن الهواء، شفتوا هلا بلشت تغلي. اتفقنا بس تبلش تغلي بتكون تخففوا النار لحتى تغلي 40 دقيقة مش هيك؟ 40 دقيقة. ايه وبس تغلي 40 دقيقة بس تغلي بترجعوا تحطوا الحامض والثوم اللي انتم دقينه مظبوط. حصين ثوم مع شوية عصير حامض. انا تلميذ مجتهد يا جماعة. نعنع يابس. شيف يعطيك الف عافية، اسم الله عليك. مثل العادة أكلي مميزة اخواننا يعني فضلا لأمرا مجانا ما بيكلفكم شيء. بليز اعملوا شير على أوسع نطاق لهيدي الحلقة، شير 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 عنكم على الجروبات قصص تاج، خبروا أشخاص تانيين، خلينا ندعم هذا البرنامج نكبره ونوسعه. لازم يكون في كتير أشخاص عم يحضروا لهذا البرنامج لأنه عم نعمل شغلات كتير مميزة. فبنتمنى منكم دايما تتابعونا، تعطونا من وقتكم 20-30 دقيقة كل نهار جمعة على الساعة 2:30 بتوقيت ولاية ميشيغان. خلينا نحن وياكم ضلينا مستمرين ونعطي هذه البرامج المتنوعة والمهمة والمسلية، ودائما نرجع للتراث والتقاليد من خلال هذه الطبخات اللي نحن عم نعملها ببرنامج مطبخنا. ببرنامج مطبخنا نطبخ نتسلى نتحدث، شو بتكون أحلى من هيك؟ لا هم ولا غم مزبوط. يلا هذه كانت حلقتنا لليوم، ما تنسوا تتابعونا دائما، ما تنسوا تعملوا شير للحلقة،
تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك انستغرام تويتر تيك توك ويوتيوب، تفعيل جرس التنبيه turn on notification، وإلى أن ألقاكم بحلقات مقبلة من هذا البرنامج وبرامج أخرى. شكرا لك شاف، يعطيك ألف عافية، دائما مميز. كان الكل عم بيحضرونا وكل اللي كان عم بيعلقوا معنا كمان مميزين، we love you all, you guys are the best، وإن شاء الله بنشوفكم بالحلقة المقبلة من برنامج مطبخنا الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.